السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت عندكم مع واحد الصفه اللي تقليديه المغاربه كاع كيديروها، غير انا بغيت نشاركها معكم. اليوم السبت والحد كنديروا زعما شي حاجه تقليديه بالنسبه للدراري ومول الدار. جيت معكم اليوم واحد الصفه مدفونه، غنديروا فيها الدجاج على حسب القدر الناس اللي كاينين في الدار. عندنا الدجاج والبصله، قزبر ومعدنوس. حنا درت قبيطه ديال القزبر ومعدنوس. التوابل هنا درت شويه سكينجبير وشويه القرفه وشويه الابزار والخرقوم البلدي والملحه وواحد ثلاثه الريوز ديال بالنسبه للصفه. هنا درت نص كيلو ديال الصفه، وهنا غادي هذا غير بالنسبه للتزيين. غندير هنايا هذا البرقوق وهذا المشمش والزبيب واللوز. عندكم اللوز الاخر ديرو، بغيت عندكم اللوز الافيلي ديرو، اللي بغيتي ديريه ديروه. وشويه والسكر، السكر كلاصي، وهنا الزيت البلديه، وهنا الزيت الروميه. انتما غنلي غنديروا الربيضه ديال الربيع حتى طيب، وغنحيدوها ما نخليوهاش. وغنديروا ديك البصله، قد ما كانت البصله بزاف قد ما مزيان، باش كدي تجينا التغميره مغمره هكا مجموعه ومزيونه. ودابا نديروا العطريه كامله ديك اللي وريتكم، وغنديروا شويه الزيت البلديه وشويه الزيت الروميه. غنديروا شويه الزيت البلديه وغنديروا شويه زيت الروميه. البنات ملي درناها فوق البوطه كنقصوا البوطه على الحد ديالها، ما كنديروا لا ما لا حتى شي حاجه، كنقصوا البوطه على الحد ديالها باش ديك البصله كتطلق الماء ديالها وكتدخل بعضياتها وكتجي المرقه بنينه. عاد من بعد نديروا شي كويس ديال الماء، كاس ديال الماء ما نفوتوش. ها انتما البنات، ها انت انا ما درت لا ما لا والو. ها انتما الماء، طلقت الماء ديك البصله كامله، طلقت ديك المويه، ودابا ها هو دخلت في بعضياتها. العطريه كتدخل بعضياتها من بعد ما تلقات ديك البصله كتدخل من بعضياتها. دابا غنديروا واحد الكويس الماء ونخليوها طيب لمده واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. نتوما عارفين الدجاج كيطيب دريا. ها نتوما البنات، من بعد دابا نغطيوه ونخليوه يطيب. من بعد ما طاب الدجاج احنا حيدناه وخلينا هاد الصلصه حتى تختار مزيان وما يبقاش فيها الماء مزيان مره. ومن بعد غنفرتو الدجاج وغنديروه فوق منها، وحنا هو طاب الدجاج ودابا حنا غنديرو في هكا. ها نتوما البنات، بالنسبه للصفه كندير تقريبا 3 المعالق ديال الزيت بحال هكا، كندخلها في بعضياتها بحال هكا مزيان. ها نتوما البنات، من بعد ما شربتنا داك الزيت مزيان، دابا غنديروها الكسكاس. انا الصفه ديالي كنديرها 3 المرات اللي كنفورها. المره الاولى كندير لها الزيت، ومن بعد غتشوفوني كيفاش غنسقيها بالماء. دابا البنات درناها فوق البوطه، غادي نتفور وديك الساعه نتلاقى نوريكم كيفاش كنسقيها بالماء. هانتوما البنات، من بعد ما فارت حنا حطيناها هنايا في القصريه وجبنا ماء بارد يكون من الروبيني بارد، وكنديروه فوق منها هكايا مزيان حتى كتعمر مزيان. ومن بعد كنخليوها واحد مده 5 دقائق هكا حتى كتشرب ديك الماء مزيان، وعاد كنصفيوها. هانتوما البنات، من بعد ما شربت الماء دابا غنديروها في الكسكاس ونخليوها تسقطر واحد 5 دقائق هكاك من ما نشفت مره، وعاد نديروها تعاود ترجع تفور. بقاو معايا. انتما البنات، من بعد ما تسقطرت مزيان من داك الماء درناها في قصريه وخليناها نشفت واحد شويه، ودابا غنديروها في البرمه. ودابا انتما كنديرناها في البرمه ونرجعوا نفوروها ونسقيوها السقيه الثانيه. كيما فارت حنا جينا داك الماء طايب اللي فارت فيه هو اللي خويناه فوق منا هكا كامل. راك شفتوا معايا المره الاولى درت لها الماء بارد وهذا الماء طايب، وهكا كنبقى هكا نديروا لها بحال هكا حتى كيتصفى كلشي ونخليوها حتى تبرد. ها انتما البنات، كتجي بحال هكا، تجي ما كتلصق ما والو. كنخليوها هكايا حتى كت 10 ديال الدقائق، من بعد غنديروها تفور. البنات بالنسبه للزبيب، انا ولادي ما كيبغيوش ياكلوا ليا في الصفه، انا كنعسلو بوحدو، كندير فيه غير شويه السكر، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، واحد شويه ديال الماء زهر، واحد المعلقه كبيره هكاك ديال الماء زهر، وكنعسلو. ها انتما البنات، دابا غنديروا البرقوق يتسلق. انتما عارفين البنات، راه كلكم عارفين كيفاش البرقوق يتسلق، عارفه المغربيات كلهم كيعرفوا البرقوق كيفاش كيتسلق. كيف غندير البرقوق؟ غادي ندير الزبيب وغادي ندير المشماش، غير هو المشماش ما غنديرش فيه القرفه. هانتوما البنات، هنا غندير شويه السكر كلاصي، نتوما القياس ديالكم، كاين اللي كيعجبو حلو وكاين اللي كيعجبو القياس ديالكم. وغندير شويه زيت البلديه، انا ما كنديرش الزبده.
جوج معلقات هكاك ديال الزيت البلديه وغنحركهم. وغادي دابا نصيبو ان شاء الله ونوريكم الطريقه. البنات انا درت في هذا المول هذا، نتوما عاد اي مول عندكم ديرو فيه. دابا غندير الطبقه الاولى، ودابا غنديروا الطبقه الثانيه ديال الدجاج، وغنديروا فوق منها. ها نتوما معايا تشوفوني كيفاش غنزوقها، كل واحد يزوقها باش ما بغى. ها نتوما البنات من بعد غنديروا هكا الطبقه هذه ديال السفه من فوق، ومن بعد غادي نزوقوها بداك الزبيب وداك البرقوق اللي درنا. ها نتوما معايا، ها نتوما نديروا الزبيب ونديروا كما بغينا، نزوقوها كما عجبنا غنزوقوها كل وحده والذوق ديالها. وهنا وجدنا السفه، هيا وجدات، ونتمنى تعجبكم وخليتكم على خير. وديروا لي ابوني وديروا لي جيم، والسلام عليكم.